أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه أزكى الصلاة والتسليم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، عمارة مسجد الغفران، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية نعتذر لكم أيها الإخوة عن هذا التغيير في البرنامج، وكان من المقرر أن تكون محاضرة للأستاذ سليم خرفي، لكن لظروف منعت الأستاذ من الحضور، ولذلك أجلت المحاضرة إن شاء الله لفرصة أخرى. وبالتالي نشكر أستاذنا الفاضل والدكتور الكريم بحمد بن محمد رفيس على استجابته للدعوة كما عودنا بأريحيته في آخر الدقائق، والحمد لله أن كانت منه هذه الاستجابة. وإن شاء الله سوف يعرض علينا في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 16 من شهر محرم من السنة 34 بعد 400,000 لهجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 30 من شهر نوفمبر من السنة 12 بعد 2002 لميلاد المسيح عليه السلام. قل سيعرض علينا هذه المحاضرة إن شاء الله بما فيها من إن شاء الله مما يفيدنا، خصوصا أن العنوان مثير: هل غذاؤنا صحي؟ قيل ويقال اليوم: قل لي ماذا تأكل أقول لك ماذا ستكون في المستقبل. إذن فالغذاء ضرورة، لكن آثاره على الصحة لا تخفى. فهل غذاؤنا بما فيه وما يكون من التطور الذي حدث ما يكون له أثر على صحتنا؟ هذا ما إن شاء الله سوف يجيب عنه أستاذنا الكريم. نترك إليه الكلمة سائلا الله له التوفيق والسداد. أذكر الإخوة الكرام دائما أن بعد الأذان يكون مناقشة للموضوع، فإليه الكلمة مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني مثل ما طلب مني الإخوة مشكورين إن شاء الله في هذا الموضوع، فنسأل الله سبحانه وتعالى ينفعنا في هذه الدقائق القليلة. الحقيقة ديما مشكلة الموضوع هو اتساعه وتشعبه، مشكلة الوقت ضيقه كذلك، ثم هذا الموضوع بخاصة خاطر سلك التراجع بالتغضب هذا حقيقة تغرق، ولذلك هذا حول هذا مع التوصي ربما دق إن شاء الله الوقت للمناقشة. وأسو أن نطرح الموضوع من جانب صحي وجار. طبعا لك أن نصن باللي اسم الغذاء عندما دخلته الصناعة أقحم فيها ما يسمى بالمضافات الغذائية. المضافات الغذائية عند لي يتسلم سيسم دماء بما فيها من ناحية الشرعية. السيول عوض وكذا بأنه إلى الآن ولنا عمري باللي يقن الأود حرام إلى الآن كاع، وهذا أؤكده لأن بعض الشغل ديس نشوبها، ولكن لا ترقى للتحريم. لكن من ناحية الصحية لكان السن باللي حقيقة غذاؤنا لم يعد صحيا بما فيه الكفاية، ومش كدي سيوب ندم بصفة عامة لازم أديوش مثال. المثال الذي سأخذه مثال الأسبرتام. الأسبرتام دي نوع من السكر تستخدم أصحاب السكر استخدام تغلبات، وكذلك موجود في البرودوي لايت اسمه لايت، معناه قليل السكر ما لجي السكر. انت الحقيقة تمنى السود ربات جاي الموضوع سمي لو بياج دي لايت مغفخ الموضوع الفخخ المأكولات المخففة هامي، خاطر حقا ندق الفخ دا زعلوك نصبته الشركات المصنعة الكبرى لكي تجني المال، ليس إلا في غالب الأحيان، وسنرى ذلك مباشرة يعني الوقت الفيلم يتجرى بدأ شرحها معايا مش كل طولة غلوبات. هل نحن متأكدون من أن كل مصنع الأغذية يقومون بأبحاث كاملة قبل إخراج أي مادة جديدة إلى السوق؟ قولي جرى نحتاج. أيوة اشتي الحمد لله موكد عوضك. هلا مارو قيم الفيلم ومجارو عن أطفالنا
اسم العلق تمارو خاصة مع بورخس. بورخس أنا نرقب اللي ملونات وتأثيرها على الأطفال. الأطفال مثلنا يتأثرون بالألوان كثيرا، لكن ماذا تفعل الملونات بنا؟ تعتقد شيري أنها تؤثر في سلوك أولادها. لقد لاحظت تغيرا كبيرا بعد حفل أصغر أولادها مورغان. تقول شيري: كان مورغان يتصرف مثل سفاح، يتصرف بفظاظة معي ومع إخوته ومع الجميع. ليست مصادفة أن نرى تأثير الألوان في الأطفال بهذه السهولة. أجسامهم أكثر حساسية من أجسام البالغين، لكن الخبراء مثل الدكتور بيتر دينجل يقول إن البالغين أيضا في خطر، وإن الأطفال هم طيور الكناري في منجم الفحم. إنهم علامة التحذير المبكر. هناك صلة واضحة بين الأطفال المصابين بفرط النشاط واضطراب نقص التركيز، مجموعة كاملة من أمراض القرن الحادي والعشرين التي نراها تنشأ لدى الأطفال. نقول: أتساءل لماذا نجد الكثير من هذا؟ هناك زيادة بنسبة 1000% في هذا، 500%، 300%. السبب هو نظامنا الغذائي، وجزء منه هذه الملونات. إذن تأثير الملونات خاصة نظام الغذائي بصفة عامة، لأن بعض الأمراض تضاعفت لدى الأطفال 1000%، من 10 خطرات، 100 خطرة، وعندما من 10 خطرات، وبعضها 300، بعضها 500. ماشينا قال بأنه أولا الأطفال دي بالظانن تأثر عندي المكونات، خاصة الملونات نيدا المضافات وجار نزع لك. ثانيا خطر عامل التراكم، يعني سغادي زواد في الإضاءة بالظان ما مسستوش الحلوت، من بعد زوال خالتي سستوش الحلوت النية، خاصة بتو الساني الحلوت نترخص السوق ترقل قاعد داون تتنية. هذه بلا مهارة داوي كتساي كتساي نكيميلني سغادي نمارو الجرعة اليومية، كاع من شرطين الجرعة اليومية وتنجم تحكم الداو بالظان منش غاديش، ولي نحس منش غاديش، ولذلك فهو يتأثر حتما. أخذ نيلسون إلى اختصاصية حساسية وشخص إصابته بنقص التركيز وفرط النشاط. إذن وني أطفلي وحقت نشر راضية من شقار غلوبات مما استوت لطبيب خاصة نفسانيا، قال غرس نقص التركيز وفرط النشاط إيبير أكتيفيتي مع ديك نحد لنشرس كونسنتراسي. وكان السبب هو الأطعمة التي تحمل مضافات وملونات. أزاحت أمه تلك الأطعمة من الوجبات، وخلال أيام حصلت على منزل هادئ. أصبح الأولاد أهدأ وأكثر تركيزا وسعادة. لقد توقفوا عن الصخب وأصبحوا أكثر اهتماما بدروسهم. وأدركت الحضانة الأمر بعد يومين. قالوا: يا إلهي، ماذا فعلت لابنك؟ المشكلات السلوكية لدى الأطفال التي تسببها المواد الغذائية المضافة تزداد، وربما تكون لها مدلولات خطيرة على سلوك البالغين. كانت الفكرة مشاهدة الأطفال يؤدون سلسلة من النشاطات، وهي تختبر التناسق والتركيز والتفاعل المتبادل. عندني ديك التجربة تجيت لك العالمت أنه بورغس بزان 11-12 عام والودي تجو مارو فريقين، قل الفريق فريقين تجس المسابقات، هذه مسابقات ديس إلا التركيز، إلا اللعب الرياضية، إلا التيرة، إلا تصور. قبل الغداء بدأ الأطفال مركزين وسعداء، ثم أطعمتهم باتريشا غداء من طعام الحفلات، طاولة غنية بالمواد المضافة والأخرى مليئة بالسكر لكن دون ملونات صناعية. إذا تسميس غذاء الحفلات أني مزوال لنديس الملونات يغلب كسر الحلويني قاعد لي كولر، وضدنا تسمى الفريق مزوال تشاس الملونات الغذاء إلا المصنع، وضدنا تشاس الغذاء طبيعي ديس السكر ديس مثلا الخضرة وني مصح خاطي أي لجلس الملونات. من بعد جنس ساعة تريحنا جنس ساعة تعود نفس التمارين الرياضية والذهنية وكذلك التصوير ما ترقب النتائج سبحان الله. الجنس ساعة من بعد. بعد الغداء جعلتهم يكررون النشاطات نفسها. بعد 30 دقيقة أظهر الأطفال الذين أكلوا من طاولة الألوان انحدارا ملحوظا في التنسيق والتوازن والتحكم في النفس. كانوا يشعرون بالتعب، لكن المجموعتين أظهرتا سلوكا مختلفا جدا. دبتا يعني دول لهتن وجار دول تركزن النيت جين ملونات مصحي قنصة قاع وجار دبتا. مجموعة الأطفال تلك كانت تتقاتل أكثر بكثير. الطفل الذي تعرض لضربة على وجهه كان ينزف من فمه. طلبنا من الأطفال رسم صور لأنفسهم. إذن أنت قبل مسمس كوليك سيبورخس يتطلب السيس هذا صور إيمانس
ونيد مجموعه لان بين الملونات. من بعد ما راه غنشنت صوريت من قبل الملونات بعد الملونات، شتاتوني بعد كل حال. اولا قبل الغداء ثم بعد الغداء. التراجع في القدرة على الرسم والتركيز بعد المواد الغذائية المضافة واضح. بعد تصقع قبل. ورغم أن هذا الاختبار استخدم طعام الحفلات والأطفال، إلا أن هذه الملونات تظهر في كل أنحاء نظامنا الغذائي، في الحبوب والصلصات وبسكويت الوجبات الخفيفة، وتزعم باتريشا أن الآثار يمكن أن تكون أخطر من فرط النشاط. من الحالات الغريبة التي تنم عن خطورة استعمال تلك الملونات بالنسبة للأطفال حالة صبي كان يأكل بسكويت القريدس عند ظهر كل يوم، لكنه تدريجيا أصبح ميالا جدا إلى الانتحار. ثم تبين أن بسكويت القريدس يحتوي ملونا أحمر، وكان هذا الملون هو السبب في جعله ميالا إلى الانتحار. وبعد الامتناع عن ملون بسكويت القريدس أصبح الفتى طبيعيا تماما. من الناس وخاصة الأطفال المصابين بنقص التركيز وفرط النشاط يظهرون رد فعل على بعض هذه الملونات الخاصة، وأحدها تارتريزين. ليس هناك شك في وجود صلة بين المواد الغذائية المضافة والاكتئاب، ولكنها ليست الصلة الوحيدة. فإن كنت لا تحصل على المواد الغذائية الأساسية فإن جسدك لا يستطيع تحويله إلى سيروتونين كوبي داني مع الأسف. المهم بما تستغرب الجانب النفسي بتد علاقة أطفلي تتقن القاطوع عاد يميل للانتحار. انت خاطر نشي نغرنا نيكيليبر غرنا توازن في الدماغ ديس هرمونات، الهرمونات اللي ينبغي ان تكون متوازنه على راسها الهرمون تسمى السيروتونين. يعني السيروتونين لازم يكون ديما عالي نسبه عاليه باش يوطى بس اذا قد المعدل ابدا يتجل مشاكلني، مشاكل الاكتئاب، مشاكل القلق، الانزواء، الانطواء، حتى التفكير في الافكار السلبيه ومنها الانتحار والعياذ بالله. المواد الكيماويه التي تؤكل بخاصه الملونات ربما تؤدي الى اضطراب في تلك الماده مانس سواء مني تجاموني، وكذلك تمنع الطعام من أن يستقبل جيدا ويهضم جيدا ويتحول إلى هذه المواد النافعة. إذن على كل حال ربما أنهي هنا هذه المداخلة بهذه الخاتمة. ثمة مضادات حيوية في لحم الدجاج. نحن نأكل هذا يوميا، ما من شيء آخر نأكله. إن لم نأكل هذا ماذا سنأكل إذن؟ سنصوم. كل ما نأكله ونشربه تمتصه أجسامنا وتحوله إلى غذاء لخلايانا. تجدد الخلايا نفسها بواسطة هذه المواد. تتجدد معدتنا ومصاريننا كل 6 أشهر، وتتجدد بشرتنا كل 28 يوما. نتحول إلى أشخاص مختلفين كل عامين. هل اعتقدنا أنه يمكننا الإفلات من هذه المواد التي تلوث محيطنا وأطعمتنا؟ في السباق الأعمى نحو تحقيق الربح السريع ندخل أطعمة جيناتها متحولة وجسيمات كيماوية في تغذيتنا من غير دراسة آثارها المحتملة على صحتنا، ومع السماح بهذه الأخطاء المتراكمة نلوث حياتنا على هذا الكوكب. ولا أحد منا يقدر حقا مدى المخاطر المحتملة التي نعرض لها أنفسنا ونعرض لها أجيالنا اللاحقة. إذن حقتنا بتغني إذن ربما بنادم اسمه لا يدفع اليأس خطرها من خطر البديل إلا نصح نشنين ساعات نتتابرك نتتنقل دروت يا قوش. وأعظم نعمة من الله بها علينا غرنا داني أنت نعم يعني لا تحصى مش غير تيني الحمد لله مشيتني تيني الحمد لله هذيك النعم تزعلك الفوائد تختوني تجديس محاضرات. وكذلك ربي سبحانه وتعالى يتعاون بنودم. اذكر بخير انه الشغل صقاعك 3 سنين اموني يبدا بس فكره ربا نحل داني في المنطقه ربا ضح فتوات الا ان خدمت تمت السو الله يبارك الحمد لله يعني تمت منطقه يعني حقيقه من ناحيه الكميه وخاصه من ناحيه النوعيه لا كاليتي ان كاليتي بيور يعني وسي جس لاناليز ديالنا تاع نورب خاطي يعني حارديس خاصه تني سدرت نداني المنطقه الصحراء فريمون سي اكسترا اوردينير تام حره مريقله.
الحليب لكن تسنم توغ بكري وبما غير الباطاطي ما والحمد لله الحليب نتفو ناس ما الحليب نتغط وبخاصة تغط توت لنجرن تكمل تجه نحو تغط وهذا نشجعه من ناحية الصحية فريمو يعني ديك شايلان مهم جدا تغط يعني غرس القيم تزع علوكت نشين دخيمان تغط لا شيفر موزابيت ريكوني مونديال مو يعني معروفة عالميا بأنها من أحسن أنواع اللي راسنا نتغط معروفة تونيو وإنما انقرضت مع الأسف إلا وسيداني كانصن بتي لا دانا دي تشرد السيول خاطر كنصن ربا لن تحاول ندر لا راس بيور يعني تنجم يعني مصح بصعوبة يعني لا غيرنا الخيرات يصنع بلا ما غاد السيول في الخضرة الحمد لله يعني لا الخير نربي لا الخير نربي هنش ديسو من نغن نزش تغط نغن نشتيني نغن نمسمس ثم الا سيد خي تسول قال صح سيدي هز زيت نشي قرن الكوليسترول سي فري الكوليسترول او يتسد الكوليسترول غيس الدسم الدسم ضروري للجسد بنادم بصح لازم كميه قليله معناها صغد على تغرس وفريش النتش ربي تشتشي ما تسمس تبيد السيس بس سين تدون طام بس القدمه شغات تسطع بس السيل معاش بكري سي فري تو تعتمد نفتدون تا خاطر مساكن لا شي سوم اصلا تو تخلع انت دون تو مصحس الحمد لله الخير ربي لا اما سيدي لاش شي سوم شقرا سوت بتا قاعد تشاهد اسم حضر العراس الله يبارك خيرات كاع المهم بيد بس سينين تدون تني خلا سيبا سي الزيت سيبا سي سمونكز الزيت الزيت نصانكو سمونكز اما يا القليان بتا نجم النيفيتا النيفيتا كاريما بعد ذلك يا ماروشي يرحم والديك نشي وعرغي في هذا الشهر المعاش بلا القرعة تنقازوس في ديسي كدوني انت الحقيقة الحمد لله لان لي روبو يمارو تشيني لغرنا اغلان وتلين شنو ذاك نصنا موني لغرنا الخير مساوي الخضرة تاع صرد معليش جاس بسين السكر نورمال وهذا المشكل فرق بعيد جار صارت جات السكر عادي جار صارت تاوي البيعة انك انت والكلام كثير يطول في هذا المجال المهم يعني هو ديك نشاي لك انا ربما ديني بنادم باللي خلاص يا وانت في الطغن سنه صوم ماشي هنا وني خط السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته حقيقه ايها الاخوه الموضوع شيق وواسع ورب صدفة خير من ألف ميعاد. الأستاذ الكريم كان يقول بأنه ممكن أن لا يكون فيه ما يعني يكون في المستوى وحقيقة الكل يجمع على أننا نستسمحهم سوف نضيف بعض الدقائق أخذا من وقتهم الذي إن شاء الله فيه من الفائدة ما فيه وإلا مثل هذه الأسئلة دليل على الاهتمام دليل على الكل أنه متحير بين أن يأكل أو يصوم يعني في خصوص هذه المواد وما فيها وكذلك لعل الموضوع بشساعته وتمكن أستاذنا الكريم وخصوصا أنها حقائق من عايشها في الواقع فبارك الله في أستاذنا الكريم إذا كان ممكن نتخير بعض الأسئلة أو نصنف بعضها ما هي الطريقة المفضلة مع العلم أننا أخذنا من الوقت للعشاء 5 دقائق ممكن نستسمح الإخوة نضيف 10 دقائق أو نينير ديك احمد يا عزيز بشكتنا هذه الطوط واش انت حقت بت حقت الوقت يا وديا مصره بت نشط اقترحها بت تخصم جبع تنط وسي يخصدي ريحه دي ريح غير السؤال وسي يخصدي زوا دي زوا وني لا السؤال نحاول نجاوب ربما ولا بربع ساعه 20 دقيقه يتعاد لا حرج بتراي تحملي بتراي احسن شيء اراه مناسب خاطر لي ليلا تجرالين والنت فرنساني اكيد بلا بالتلا غير شي الوعد مربوط به اما بارك الله فيك ان شاء الله سيكون الحل هو هذا باش كان الظل ممكن الى وسيله مستعجل وقبل ان نختم هذا ونذكر الاخوه دائما بما يكون لبرنامج نهاية هذا الشهر المحرم إن شاء الله سيكون لنا لقاء في الأسبوع المقبل إن شاء الله مع الأستاذ شعبان بن مسعود مكني في موضوع قبسات من نور العقيدة وأرجو أن يكون إن شاء الله الدعاء بعد الصلاة العشاء نقم إلى صلاة العشاء إن شاء الله نعود إلى المناقشة للموضوع أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تقبل الله صلاة الجميع نجدد شكرنا للدكتور أحمد بن محمد درفيس على هذه المحاضرة القيمة وننتقل مباشرة إلى أسئلة الحضور مناقشة لهذه المحاضرة
المهمة والمفيدة. نبدأ بأول سؤال يسأل السائل، يقول: جزاك الله خيرا أستاذنا الفاضل، في ظل الغزو الغذائي لأسواقنا الإسلامية بهذه الأغذية المشحونة بمادة الجيلاتين، كيف يكون للمستهلك المسلم ثقافة استهلاكية غذائية، وما هو البديل والأمثل في رأيكم، خاصة أنها استفحلت فينا فأصبحنا لا نستطيع الاستغناء عنه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الجيلاتين اللي تغزو كاع على موني بالنسبة للأطعمة، ولذلك لنسن شغولة توجن. أولا بتايقن شاي تزد السينات خاصة من أوروبا من الغرب، يتزد مني برودوي فيني وني تارينديس حتى من خطر القوانين سن صارمة جدا في المجال. أنا أدخل منها تارين، طبعا صغادارين جيلاتين والتيرين جيلاتين خنزير مش نخزل الفيلم مسح تارين جيلاتين، ولذلك تعزم ذات السنت بصح بتا لا شيء مغ المواد اللي تواخدها من داني ما تعودنا سن لومبالاج، واني على الاقل دعا غرنا فكره الفكره تثبتا الحلويات التي سنت لجيلاتين في الغالب تلقيت الحلويات اللي نتصفت النموني تامنت تسمات وجي قورنت تلقيت الحلويات مصح تامي تني في الغالب خاطر الجيلاتين من خصائصها تعادات رط اسمها رخوه لي برودوي ماشي سنتورو لايت الا مثلا الياورت يعني تتسناس كاع الماده الدسمه تتسناس كاع تلوسيس اتفد ياورت 0% ياورت 0% ماده دسمه وني حتما ديس لاجيلاتين خاطر بالتوزج لاجيلاتين اللي خدم الياورت تجنس لاجيلاتين شان دونك اتفد ياورت 0% والتوتيد والتسخ والتستهلك لاش خاطر حالي الى حد الان زدغ لاش مسمس امون يعني متوسنن البعض لي برودوي شتاو دين انه ما ظن هذا عادي ساجيلاتين بس دي جو عالم وانما الضوزع على كاع عند عزم قد ماشي بنادم يسلم هذه ما نستعزم دا وحدي هذه بي مسمس تيكيت هذه عزم هذه اديف خاطر سيتو لا جيلاتين تور تارين او 441 يعني او 441 نيمارو تسنت نيمارو على التارين جيلاتين ديريكت اللي قيمة قلب التغنج مع غزو مسمس أول جواب جواب أخت نطورو الحمد لله في يعني في الحلال غني عن الحرام وجي قرب اللي قاعد لان السوق يزمك تطيش وجي قرب اللي تحونات صلحنت خطي 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 لاحظت داني العودة بريسيزي على بعض النقاط العارضة مميتش حاول قدر المستطاع لك تحرص دمعس ويتكترس الحلاوي والتكتر اللي جيل تدارت لي جين المسمسه خاطر الشونس الملونات الملونات بالنسبه لبورخ تسبب الحساسيه الحساسيه عند الالرجي تجايس لي بير اكتيفيتي خاطر ميزودي تصدج تعاد الصحه تكشكشوا في الزغد ولا تصدى وحدي يتصاد سبيرتوربي يتشرد باش مقلق قلقني تجايس الهيجان وكذلك نقص التركيز الى اخره دونك سمونك قدر المستطاع استعمل الطبيعي انا تاودي مع الملونات اللي يغلب الحلويين اللي يغلب خاطي مع ذلك هذيك الشيء موجود يعني عادي كل طعام العادي لا غنى ما شاء الله انتوني اسماء وكذلك اعزم بس عادي تحول هذه عزم بارك الله فيكم. السائل يقول: انتم تعلمون ان كثير من المصابين بمرض السكر عافانا الله يستعملون الاسبرتام للشاي والقهوه، ونظرا لما قلتم عنها فما هو البديل لهذه الماده من فضلكم؟ انت لحقتي للسكرين السكرين لحد الان ان شاء الله الا يمنع الزداد والديباين دي سيكون شاو موني ان شاء الله نطلبها بيدي قيم مني ولكن الا دخل موجود لي فارماسي ولكن الا يفضل الوجار عند انه يعني انا غادي نسولف سبحان الله بنادم من ستي والفلاد الحيد سعاد صعب السياب ده بصحتي ولا تخدم معلت ربي وشناض اجسام متكيفه جدا جدا ولهذا زمان نسن باللي لان بعض النموشان عمري من سن بتات السكر لان نطلب بعض يعني شعوب والسين كاع بتات السكر الابيض دا شو السين كاع هناك شعوب والسين كاع بتات تيسنت نعم خاطر دوا الفبركه ولاد الحيت شعوب في وسط افريقيا قبل السيوقع المخيم مسمزداني في شمال الجزائر والسين قلت لجماعه من افريقيا والعقيله ما دولت قد السمزور فيت سن في ثلاثه يوقع السنمار مشاكل هضميه هذه دياري دي فوميسمون ايتو بعد قد يكوفرند باللي تيسن تا خاطر ولف تيسن تنين كاع ولف تيسن لاش صحت نسن ولف تيسن بنادم مي والف في كنشا سبحان بيتي سوال في مانس احسن بكثير تخزلتاي جاتاي خفيف تجي ضمير جاس كاريما قهوة خفيف ضمير جاس كاريما كان خزر السعودية مثلا قهوة نسني كاع لجي السكر عمان مثلا تجن قهوة خاطنتني السعودية تخفيف توراخ مني تجن تبرشان تنشنين تقوى مسحت تنت معتيني تستغرب ندور فبركا دول في نورمال دي جت تمس مستوى دوني قهوة تيني داني خلاص أدي بيني وادي في قهوة خلاص يعني
بون شتي كاسول ما خلطه سمحتي مرض السكر طبعا تنجم هذه الجاموني هذه تشك ان شاء الله خفيف خطر انت مس لتي مفيد جدا للصحه وحتى انه يعني يغلب الدراسات تثبت بانه غرس مخصص خصائص مضاده للسرطان لتي ستانتي كونسير ولذلك بالصحة الشيني اغاني في سويت بلا سكر خفيف يخفيف خاطر الانفيزيون ميلا تخفيف تاع هذا افيد تبع غواسيك تسيلو مالوزمون تتسجل خبيره صينيه تسيول لي فيرتيول تاع دي سيوني طريقه التحضير الى اخره دونك مي تجي لتاي خفيف ولتاثر تستمر جسني تسود نورمال ابدا زوار جي دوسمات ثلاثه خفيف دوني بعد ذلك اتولف تداعد عادي اترح كاع شي سون السوق الفارغ نون او الاسبرتام مسكرين من غيرس بتا كاع على شي ماذا بيكس بيد الاسبرتام نعم يقول السائل هل يوجد خطر أو ضرر في عملية تجميد الأغذية كالخبز واللحوم وكذلك شراء الأسماك المجمدة حقت الدبين كن ضرر إلى حد الآن في قضية التجميد وإنما لأنت لبعض المواد إلا الفايدة نسنت مونكوس تجميد بعض الفيتامينات ماشي نسن مثلا فيتامين سي لبعض الفيتامينات الأخرى إلا أنت مهمة زقنت مع الوقت كل ما غادرني الوقت المعاشني كل ما ممتشينا مثلا فرق بعيد صارت بيتشينا شجرت شتت صارت بيت تجد تدخل وشات شتت خاطر كيف كيف صارت بيت تجد السمنت تقريبا تضعف يا دول ديك ان شاء الله نضعف يغلب بصح التجميد وليت بيت بلي دي سي قنطره داز عليك قنطره للصحه الله اعلم يقول السائل بما ان الحلوى فيها ما فيها من المشاكل فما نقدم كهديه للاطفال وخاصه في المناسبات ايه انت الحقيقه بكري عقله تغطي الشنط تزدل سيد تقريبا مره بمن سين شيكولاني والفراك تزلت الفراك ما 1200 سلا مش سيد سواق الله يقول خالتك بطح شي تزلت فرحه زوات الدرك تخمر دول غسل غرسنا تخمر دخل في يديك كتب هذاك امار حاليا سبحان الله في اوروبا خزرقتوني تبها ينتجون لا نوع من قنوع الطوماطي شاموني ديك لا فاريتي تستب الزنت ديس الالوان غلوبات تسللون تسللون تقريب طريفونسي اموني اتيني تشد لي بري اتيني دوني دا تخين البرقوق البرقوق ما ادري شوس تستني لا تاج كوار طوماطي شني لا تورخت تي بزاني بصح اموني يبان خد زنوزوت نتاعونا البيو تي شنت انت باش الشغل عشان الحلاوي بورخت تحب الطوماطي دخ دوالف دوالف 100 الف ديك النشرات مسمس بات لا شيء لا الا الشغل الا صحيه اكثر ماشي نانطور صاصتو شتمس نكوكو ديما ديما تمسمس تيفرت ماشي خاطر هامي اللي غراءتني خاصه الاغراءات التسويقيه يقواس يكتب ربي وسيرت لترونجي يوضع النوع الشيكولا مش حدا حلال سميت بعد طيزو طبزنت سبحان الله تدرت تشتني انت تشيكولا خزوغ تلفزيون قرا مقلبات طيزو طبزنت سي فري خاطر الدعي التلفزيونياك سبيا الناس ندبلي الترقي تمنى الترقي تسخفن ولذلك لا انصح الا يكون حد لا ديبلوكاتور ربما يكون حد السمعوني تطرف لاش من ميت ماشي واش يسخف او يزعط شي كولا بصح ساعه على ساعه تولهت لي فرات برك مصحتين تقعد من عاطف تقصي خزر انت بوخص اثنين داير قبل ندو تشاس تاوين تشتغل تحرم تخاطي تخدم بصح سمونكس هذا مكان بتا بالعقل ميل المجتمع وكل بيك لا طونجون تاع وحدي تلخت نادي عادي عم ذلك يقول السائل هل في الجزائر خاصه يعني مصانع تصنع الياورت وهذه المواد من غير ماده الجيلاتين معظم الياورت الا في الجزائر لجلس للجيلاتين لكن هذا شاد حرام وني لان 0% دروس يباين دخلتها في 0% تيمانس سميت اقصد او اقصد اصلا يعني ولذلك الياورت لجلس المشكل كاع الجزائر وني لان لايت ماروس غاشينين لايت ياك سا ديبون لايت دمنشت بات هادي سي كتنيس بالطبزان تو بركا هاني 4% ولا 3% ممكن يجلس لا جيلاتين بدني هادي تو خزر تو اجتهد بس بصح بات 0% ديس دونك شي نتركز 0% سما خاطي كاع الا لايت معناها ديس لا جيلاتين خاطي خاطر ساعات شي لايت مسخين نسبة توطا برك عندي هادي قيم الياورت اون جينيرال يجلس ولادك الحرج شرعي ولا حتى صحي بصح ديما ديما يفيت الملونات ساعه ساعه تا ود القرعه الياورت مني تسكوخ حتى تنشتي الجينز ديال انت بن البنتورت تسكوخ طموني هامي بيدعوا فراز انت ملونات اصطناعيه ما تورخت بيدعوا بانان خاطي سني ني بانان ني فراز ني رينديتو سي دي كولورون يعني سانتيتيك مصناعيه مضره بتتي ودك ان شاء الله من الافضل اذهب الى غير ملونات
انا استسمع الاخوه ونقل اعلان سريع لوسي اللي قرا دانيال باركر بادي قبل كات هونداي تشانا بادي قبل لوسي خسدي فغن تلي قرا يعني حبس سنابريد وسي لا غرسه كات كات هونداي وشانا اتتني تسبش كذا اتفهم وسي لا ولدي فخ. نعود إلى الأسئلة. يقول السلام عليكم ورحمة الله، لقد روي عنك يا دكتور بحمد درفيس أنك قلت أن الخبز بابار الكبير أي بالكيلوغرام أنه حلال، ما صحة ذلك؟ بابار ما بباص ما بابار العدوني الكيلو. على كل حال نشين اصلا ولنا غير الخبز ده حرام مش كده عدوني ده حلال استثناء كاع حمو كاع غرم ده حلال ورا المشكل هطلعوا شي سولي قبل هذا صار لنا حمو كلا مليورام الناس بدها تفسد تطرح سؤال انه يمكن هذا معلش لا مليورام ربما من الناحيه الصحيه خطر اغرمنا اصلا اسم ادري ولا غادي عاود غلق تنفست ولاد الحي تنفست وغرم فتا انت نشين ما ولا حاليا نصدق تنطنا ولتنكد مع فرنسا بكل بساطه يعني الحبل السري صدق ولينكد هامي من ضمن الحية التي لجأت إليها فرنسا في البداية من بعد التقفتها أمريكا. اليوم المسيطر المهم العالمي على الصناعات الغذائية هي أمريكا. ولاد الحيط قضية الخبز قال لا باغيت فرونسيز بكري لوسي اكيد لوسي عقل داني بكري توغي تاغروم دي بان نوار تمنس دي بان دور دخي قوراموني بعد بالعقل بلا تاميليوران تاميليوران تال ديلي غير لا باغيت ني تملل تبها تقسقيس تفوحها مريقلا بالشبكري تزود معها تحنت ادي ضعديست تونيو تحلت للتسويق هامي خطر الأصل أنه الخبز يصنع من قمح كامل معناه الحبتني من دي لازم تعد كاملة أثتوار حماشيت لا الحبتني من دي بتاديس دي سنت القشور سو صغار يكت لكورس قانو صغار تضر تزدت من بعد أمسس دي مادة نشوية النشاء دي الرشيم يعني الرشيم عندوني دنبتن صغتن كل تزنن تديال تر عند الجنين والني نيديس مواد كثيرة جدا مفيدة جدا للصحة خاصة الفيتامينات خاصة الجروب فيتامينيك بي الفيتامين ب المفيد جدا للصحة للعظام وكذلك للدماغ إلى آخره ديس مادة الأميلاز ديك تقل هرموني فرستي دين الجنين الني مش كادي هضم النشا مش كادي تشر خاطر متنكل تزننت النشا اللي دبت انت هذيك المده خارج جسد ربي انت متنكل تزننت هذه فوحا هذه من صب السوامان بدا الجنين اللي بالعقل يتزعلك هذه فرزق الهرمون هاضم النشا اللي قرن سلاميلاز بدا يهضم تبدا يتمصى تبدا تتشر الشجرة اموني يعني الاميلاز اللي ميت شي تشتين مع تزننت شي عاون نتايا هضم تزننت اللي ما نسيا دونك هامي بكري تلقى شيني تتغرم ولو يدرد وني وتزدرد نشنين بسي نشرات سماس ونيس كم دين قناقن دي ساعة وامل خطر يمارو مش كاش جنغرم دام اللال يزمد بين لك كان فارينين وماس اي النشايني فقط تلمين وكل تستنت الوقت اللي قاع الفيتامينات لانديني الخير يعني الصحة سقع إلا ديس تستنت تتسدر شي مني كذلك خطر يتقروش يتغزى التست تجدد لك كان فارينات تلسست مريقلا باقي واش استقاع يتغط ومن تغطيني مره تقريب فهم تجارنا يعني مارو اين سغاد خدم لا باغيت بلونش مارو تملتني مريكلا اشيني بون تبها هي لا مصحه وحك على بالك يخصص المقويات لي جيت لي قال الفيتامين لي قلت الصحه لي قال لاميلاز هبا تغسناج يلا اسنرني صغرنا اسنرني محسن لا مليورون اتنريقل معناها التساسي لا طبيعي ترني ذا الصناعي انت حيله اقتصاديه ميرني غلا مليورات سختيت الدوفيز لاديز الاموال ضخمه ديني الدول تتكبدها نشي الحمد لله يمارو كثر خير دولتنا ثلاث شان هذا غروم صدق الا يعني 900 فرق ما 800 ما وجار مغدون مسحول هذا الحيداني في ديسنا فرنسا اني ما نسيا غروم يتجا الباكيت نتجت من 1000 9000 ريال نغيكت انا تا وديك تا قلت نجم تا ود وجار ايواس مثلا دونك نشين ونسي ندوسو بركه ما انت اموال ضخمه لا نزقانت مش كتاخذ من لاباكيت بلونش ني 40% يعني بت كاع حرص 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 ادبين 60% فقط من القمح تجن تغر 40% كاع التوطياش معنا خايل من لا غرنا 100 طن ني مندي تكليانا التمرد 40 طن يزقوا الهوار نخدم غير 60 طن يعني خساره كبرى ديما مشاكل تعاد غرس عجز مالي اتزوت ستوردس وصغار
عطاش تبعيه انتو بكل بساطه مش كان السن لاميريك تجو تحيلتو حتى مع كوريا الجنوبيه يمارو حاليا خطر تقريب كاع بدا نزور تقطعت غير في الروز من بعد بدات تجو زوت تشجعتنا على هذا خدمنا غرم اني نقمح او نستريقته يعاد تويس نيمارو لي فور بطل لي روتاتيف ني تعاونت نخدم من لي باتيسي باتيسري نتي جعل كدوني اندستريال سوا الفندا وحدي يا غرم نوني سيبنا سي الروز سيبنا كاع الروز من بعد تجبد غف سنيمار يعاد ما استورد انت خطرتني ونتجن القمح يعاد استورد انت من امريكا يعني طريقه لي يعني للتسويق هين توني لا ميليوراي لا تجن توجي مضر على موني ويجي حرام وانما ديس نوع من التوازنات اقتصادية فقط طبعا للشان الطبيعي شو مني بدت نجم ندول الطبيعي احسن يعني فرق بعيد زار ساعات تجتغر ومتنطردون تنفع زار ساعات تحنوت خاطي كيف كيف مم تحنوت تمارة تنجمت تفضغر من السميد إلا يف وضد نفارينا تنجمت تفضغر من نشعر يف ونين وهكذا يعني بتغرش الإمكانيات دخسمون كزوبر كاي لو سشيني غلاء وني مثلا تنخلت الشيني تجا 2005 سيفري تجا 2500 مصح اصلا شنين يعدس ما كاع الله يبارك موني صغرو ما نجم نسمونكس ولاد الحيط دونك ديما خزر يعني راس لا كونتيتي وبركا قال سنسلم دايطار واك تورنا دونيتني الترفيق كن وغروم مخسن نشي متى انتج انتج الباني وغروم داك الطابله قرب 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 جمعت قواز الجزائر عرضتني قال موني بالسيدة بلدي يبيا سنضموني قاش غيضه بالزن دي سبعه المطراش غير بينها زيدنا شوية خبز بارك الله فيك تشري زوال جنايه وتغرم زيدنا تاكلوا خبز بزاف نتوما سفرين تغرم غلوبات يعني بالمعنيين على كل بارك الله فيكم سيد نرى في يقول سائل نرى في بعض المنتجات الغذائية الصناعية عبارة منتجاتنا خالية من دهن الخنزير ما قولكم فيها؟ لكل حال نعم قد تكون خاليه خطر صديبون صديبون كريديبيليتي نصانع ما روى بتاديك نصانع الا في الغرب بتوريش خاليه من دهن خنزير صافي خاليه من دهن خنزير ولكن صح ديما وانتتي باللي هدو هنا ضدن الا نديس دبتا هل توغرس ندوغرس من خاطي يغلبت التانتونيو اصلا يغلبت التانتونيو شي قوه سجن في السعوديه سي خطر السعوديه لكن انتجن مع من جيلاتين بدايه ان شاء الله يهمس حدوه وتزدع الا مين نديني يكتب ربي هذه حكايه من تنفس قبل السوشيال الحمد لله فتح ربي هذه قيمه ان مسبسنا الرئيس سيمانس نسيو اللي غلبت في المجال ناس هم يختارين يعني حلال حلال ان يغرس اثنين نبات ملا لجلس الخنزير صافي حلال اسم ديما تتن قضيه الميته خاطر ميته ميته حكميه يتبين نبات ملا ميته من الجفت يبين تخمر مثلا الزبيته تني الميته انت خاطي الميته شرع عند بتات ني لن والتواغرس ويفق الشريعه الاسلاميه لم يقرا اسم الله ولم ينهر الدم سن شغل لازم دي جورني دم من ايتو تقرا اسم ربي بقصد الدكات بقصد بتلاش شاموني دخويه ذبح مسلم ما كتابي بتلاش ثلاثه الشروط تعتبر ميته انت ان جفتي لنا كيف كيف شايل الفرق ماني يعني انت شو مني ميلا ولورين ديز دهون ماشيني خالي من دهون الخنزير دهن الخنزير مصح ديس دوسوم صح دوسوم تقعت الطياره مرارا طيارات اجداو البلا اسمها خاصه الاسفار اسمها الخرج اجداو البلا ستيكيت سجناء نتعهد بان مسمس اطعمتنا خاليه من دهن الخنزير اتزقد ما لوط اسمس صحه سيدي الذي يكلم عش الذي دهن الاسمس وجد الخنزير معليش مصح يسمو يتوغرس مو يتوغرس داني سؤال تفضل دائما السائل هنا يدور حول الجبن يعني هل من تحديد وإن كان داني يذكر مجموعة من ليمارك بشكو سنتيجي لابيبليشيتي هل يعني من توضيح فيما يخص الجبن بين الحلال والحرام في ذلك الجبن بين الحلال والحرام اسمع أنت الحقيقة أصناتي نايقن نايقن ربي سبحانه وتعالى يحرم فبان نغادم الشجرتي قتل الجنة تجاز دوك كل شتي جدان العكس تحرم لنا وكل جدان ذيك استغفر الله التحليل والتحريم لله وحده لا شريك له والأصل في الأشياء الحل نعم متفقين في تونيو سواء مني ربي سبحانه وتعالى يوسع في الحلال يضيق في الحرام مسحمش إنه ضحرم 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 والترار خاطر لو سيت فلسفة ربي بتاء ليش سيس ربي بتاء من ذلك مثلا لاحظ ربي يشدد على اليهود قضية السبت يحرم في الصيد يوم السبت ما وجه
هاي الله فلسفة يا ربي بيت تدوصية تسبات مال حد مال اثنين قاعد يقن مخاطي ليش الناس مال تصيد تسبات يظهر أصدي ربي سبحانه وتعالى سيامون فعال لما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ربي ينغ الميتة والخنزير ده حراما الفرماج إلا أن الدورة في العالم معظمه ديس أنفحة ميتة دخل تكمل ناس خلط ناس الخنزير مش كده عاد يرخص نخسم ما ونغيس الإحصائيات موجودة التحاليل موجودة العلماء موجودين والغريب أنه إنني لن خدم إنني لن جرن في الميدان البيولوجي أذكر بخير دكتور زيدون نصر مثلا إلا في جامعة قسنطينة منتوري بسم الله أغذية إلا أن يغلبها تقن كمال التوقيت يخدم من فرنسا ما لدني برخاذ مزير إني يغلب غدت ملاك يد معس أشيني نشياك وكانوا كل أدس العلماء وكل العالميين الفرماج يتواخذ من أنفحة الحيوان حلال نشادينا ضحرة زيدون إني نشياء عمرو تتفتدات غرنا هامي خاطر أنت نونزيمولوج أنت مختص في الأنزيمات داخل دمس يسن بتلان الغارب وني لن يسن يقرد حرام وني لن يسن ببري والو ده حلال الشت فتاي لا يعتمد والله مصناطوات لحرم لحرم ربي ناش خنزير ده حرام ميت ده حرام خلاص ولتو في دمت مش المشكل بس غريب كي الفرماج جوا مومي فريمون يعني صدقوني يا الاخوه الكرام يعني اني لك تملاك تود تساؤلات خاطر التساؤلات يسمى احمق دوني دو وين كان ربي انا ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك لان يعني ربي سبحانه وتعالى جود سنته الا كان حد الا مسم صموني في الشرع ديما تحارب بصح نشنين كأمة الحمد لله تشبرين تشوشايد صف نتسادوني نتسول في السنة نتسول كذا الطاوتوني يعني حقات المغرب ولذلك اجتاهم سواء فرماجو اجتاهم السنة دوا ربي الفتح دخل ربي تود الفتح ممي حسب اجتهاد الناس حسب صبرهم يبالا ندي بون شوية الحمد لله نستغل ولا حدولي النيت وبقى ستر تزوى مني الغفلة قايتوك تورز من تطاونا تورز من تتوت بركات الشريحة معاز وغيك ترخير وعلى كل حال وزير التجارة يعني ديك نحد له متواضع وما شاء الله يشيدني للمختص خبير في الوزارة إنه يسيول معاز انت خطر انت دي فهمي بسيون استام بيولوجيست يفهمي بسيون دخ مكلف بتدوين القانون الجزائري في المضافات الشنغس الناس هغزر يكتبر بزواغ إلى أحد بلدان الخليج يقن سيتوات إن يا رب بادر حم والدين تشينا نغب التلان داني الفرمجة حبة تضحرم ناس يا الله ندور قاع للشيبيرات تحونا رحمك الله خاتي قاع يعني قاع استقراء تمدينتني لك يا ديس الدوحة في الدوحة ندور قاع للشيبيرات بعض تحونا وفي غي قن ضحرم يقن باقي كل دحلال المئات ناس شو مصحة لكم داني تتجاونهم بيضي كتلا مارك كتلا موجودة دين الجزائر موجودة دين النت مصح دين النت تواخدم تحلل تخطر تخدمت بأنفحة ميكروبية دين الجزائر تواخدم بأنفحة حيوانية إيو اختد معايا دخلتو لها غابديني الضوء الغداس عزمار غاب التواري هديس مصنوع في المغرب تواخد من روكو بركا الجيراننا الشنغاس تياون خبير في وزارة التجارة غرنغ ناس شوفها يسمى المرار كي يأكلوا الحلال وحنا نأكلوا الحلوف يحمق حقات ني كيف ني مروك الناس مروك ني جست صوريت سكاني غاس تزعلك تكبر غاس صورت ما يتواري ديس أنزي ميكروبيان داين مسبسين تكبر ني بربي إن شاء الله هنسيس خاطر المعمل داني الجزائر مربوط فرنسا تنين معمل اسم مربوط لابولون لابولون وسخدم الحيوان سخدم الميكروبيان فرنسا تسخدم الحيوان دونك يعني لانت الوسائل وكان مدنا تستحان بسيس العرض نسن جبدن برك داني وقاعنا بدا أبدأ مزور بعد 2009 ميدن قاعش بدن فرامة من بعد عاد لي فرماجي استكل بنغيفي ربي بالتصار انها سيدي يحمق سفامانا لكن مستعدين خطر هامي بالتو لي الزنز ندخ معهم وغي تغرضي توبركاز دول 18 يعني معه ذلك حسان شتيو كان ميدن أموني بالسيدة قاعش بدن لي فرماجي استدي ساشين يحمو اللي كين أنا بالتغنج استين شتود خطر تغلب سيسي فريت انتين تاون شادار يخلط تاون ده خطر لا ريكوبيراسيون لا ريكوبيراسيون تاع هذا ترخص ديما بصح مش كاش ديال شي دار نظيف غير من فيها ميكروبيا يتعاد بالصيغلة اين وغلا اني ترات مدفر بصح صغا دير قالاش بتا ولدي ويا ديمت ولي خدم هاد الصلاح اديوي بالعقل تعوف الحمد لله بصح شنو نغيس تبدا اني من بعد تفتش الخطر تقت دخل قرا مي تفتش على بالكم هامي عاد ساس نزور انني خلاص نمشي الحمد لله تغنوا التيوم ما كنت تاوم صايي ما
إذن يعني شو أصل معناه غلوبة مسألت الفرماج الشيخ زرخت خطي مسألتي اللي أنت تحتاجها لأمون لا يجبرك. هنا السائل يسأل عن بعض الحلويات والشوكولاتة المستوردة من بعض البلدان ويخصص تركيا بالخصوص، ما رأيكم في مثل هذه؟ هل فعلا مثل هذه الدول يوثق بها على أنها دولة إسلامية منتجة للحلال؟ انت الحقيقة تركيا دولة إسلامية، نعم بالتورين باللي مثلا جيلاتين حلال أما اسمى والتفيد جنسرائيل لأن أولا بتد من دبايح مصر خلاص خطر بلاد إسلامي مارو الحمد لله بتورين وجرب جيلاتين حلال ما جنشاء ديني العهدة عليهم خطر تنجم يقن حد الله يحمل مسؤولية أبدا أنت يتنقر الجور التونت بتا يحطط الاحتياط وبركة مسحوس يتوقر والجد وذلك نعتبر تركيا مثل غيرها من بلدان الإسلامية طعامها حلال مصدقا على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي روته عائشة نفسها إلا وسيناز دمدني عائشة رضي الله عنها أن ناس إن قوم حديث عهد بكفر وإنهم يأتوننا بلحمان لا ندري أذكر اسم الله عليها أم لا فقال الرسول صلى الله عليه وسلم سموا الله أنتم وكلوا ما دام لن دي مسلم والتكلم بغفسها إلا دي مسلم يقاشر لا إله محمد رسول والتكلم بغفس أمون وما بالتجارية بالتورية شيك حلال كذا أخلاص وإن كان سوق الحلال هنا دخل قن إسرائيل لأن ربما بدأ يودي سيقوس قنوال بس حدي ما ديما إذا كان بلاد إسلامي يعتبر بلاد إسلامي. هل المارغرين تحتوي على مواد مسرطنة؟ كلمة مسرطنة تصعب لا تقال بسهولة لا تقال بسهولة سواء مني يعني اكتبر بين السنة أول مرة طرحها الموضوع الناس نتوات بتتعقل من قبل أسوس كلمة انتقص كلمة سرطان بتحدي سجن مش هيدي بي ليش هني قن حموكي لا ناس ما يلا هني حموكي ما سجل غش سكت سرطان سجل غش مرة صمت. المهم كلمة سرطان خطرها ميت مغرية بسي انتمس حتى مع الصحفيين وحتى مع بعض العلماء سي نقصر بسي الموضوع سيدي سنت هذه السيول يبدأ يكلي ديو كلمة سرطان صحبت حبس خطي كل شيء تجي سرطان خطي ومن سهولة ما كانت تنتج ضير حتى سبب السرطان إلى حد الآن يبقى مجهول إلى حد بعيد جدا وكانوا يجون تون لاسبارتام ديقن شايل لان تداول سي 65 لا يتكركر يتكركر ألا ازدغط يعني لا سعامو شي سي تسو توني ويتجون تكتو قمان تجوا الشريط العلمي إلا تحقيقة تنت يعني تفلق ديس دعوة دعوة حديد جو لقاءات مع العلماء وتفي لا مراكز تبيد الوثائق الفيلم ديس أكثر من ساعة ساعة وشي لك بيغت سيس نشيين خمس دقائق إنه بركة وكان يوجه مني باين والسويلخ والقرغة والتي وقت يدقع أصلا مارغارين ديس مواد إلا وتي وحدين خطر أصلا مارغارين تهي منس الزيت نصنقو دوامان انتو مارغارين الزيت نصنقو دوامان وإنما إمار مشكة تخلط خطر جروة من الزيت والخلط كسات جدا من الزيت الزيت ديما تالي نجوى منات مزابا مونة الحمد لله الله مشكة تخلط تكملنا سيق نصرا عند مونوغليسيريد المونوغليسيريد نيتني ديس بسين الشبهات من ناحية الشرعية من ناحية الصحية طبعا رني الملونات ديجا ممكن أن نفلطات رازين خطر المارغرين تورخت معظم اللون الأصفر المستعمل في الأطعمة عند طرط رازين عندون التجن حساسية تبورخ ستون سيولا وسنتورو دونك بتا ديس ملون ديس مواد حافظة ديس لو 330 321 331 ينينو إلا الناس كون أبل ديز أنتي أوكسيدون ينينو متهومين بسي من ناحية الصحية ولي خسارة في السرطان خاطي وإنما تجن بعض مغص معوي تجن بعض مشاكل بالنسبة لك نحدز على كل تسعيدني غلوبها تتسترى معناها لما رقالين خاطي ديك نشايلان دزيت نصانقو دوامان تخلط هذا ما كان يعني خاطي لو سدي أعتقد باللي البادين تلوسي كذا بادين تلوسي من ناحية المظهر من ناحية الدوق ربما مسح من ناحية الصحة صنرينا فوار. أحد الأسئلة هي يقول ما رأيكم أستاذنا هل شرب الشاي بعد اللحم ينقص من فيتامين أو؟ فيتامين أو بالذات والسنة دقيقاً إلا معروف يعني تقريب معروف متداول جار العلماء الميدانو أنه المواد التي تحتوي على الحديد الحديد المعدني الذي يستغله الجسم ونيو الميسم سلاتايد قهوة فيكسنت الموليكيل الشايين والقهوين يعني تطبط
يعني كانما تقتنص نوعا ما الحديد نيلا الموجود في الاغذيه يعني سواء اللحم او غيره سو من شي ني غنف والسلتين مباشره بعد توني دخيما على بالي قال لي واش هذه صرع سترش سي مريا بصح الغالب يعني اذا نقار يعجبوا اللي يعجب صرا اظن قال له غنف دي مسؤولتي اسباسي يعني في المعاش والتسس مع المعاش مباشره ماشي على الاقل تستغل المعاش ني دا وحدي واش تبيلتي لبعض خاصه ماده الحديد اما فيتامين او والسين. أريد تعليقكم على هذا السائل يقول نحملك أيها الدكتور مسؤولية تصنيف الأغذية الحلال والحرام في كل التجمعات في كل التجمعات طبعا نقوى على كل حال أنت الحقيقة أنا صراحة أنت هامي الكتاب اسمه كتبه بسي وراغ نشين وراغ تضايد ميل باج أكات أكات ميل باج متوزة تقسم إلى كتاب عادي تضع حوالي ثلاث مجلدات يعني حوالي 2500 صفحة خاطر دي الشغل بأول دي الشغل بالتفاصيل دي الشغل بالقعلان دي سكل قاعد ترجع نشي الحقيقة رب صغ في الطباعة ما شك دي جورة بالعقل دي جورة بالعقل والتبوسكي اللي غميد نخترتي قلت يسمى في طعامهم التي تمتلئ به رفوف متاجرهم تمتلئ به كذلك ثلاجاتهم في الدار الى اخره خصنت والو لابد من تدرج ماشي تجرب سبحان الله ربما في تدرج تحريم الخمر ماشي بالعقل بالعقل غانف شو مني يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتخللنا بالموعظه ويجي ما انا غتزود كاع ويجوني وانما احيانا انتوني مثلا ديك النوع ديال الكتروشوك ديك الهبت انبيكت الفكره لا يعني ذلك إلا كان نتطرف فخاطر لمست بعض الجوانب المتطرفة في بعض الناس وهودة وحدي يعني تزولت الدار تقول حموك والو يا تسميس مسيا ما مشيت ناتني الفيلم رميتها من النافذة ديريكت خاطي وإنما بالعقل بدا يمارو يرشد نفسه بالعقل كيفاش لا أديسيت فلو ناتورال أكثر ما يمكن الطبيعي الحمد لله الطبيعي موجود موجود أولا لا من ناحية الاقتصادية ولا من ناحيه الصحيه ولا من ناحيه الشرعيه كاع لا غنى الخيرات يعني كنا نستغل مثلا نسيو لانطور في تيني يعني كنا نستغل تغاضى ترقي تيني ترقي الله يبارك تمتت يعني تقي السيزي وين تقي من دام مني تقي من دام مني ربما طار وسكاس وسكاس الا وسولتي تبي بكري نسنى نحكي لوالدينا كيفاش تنطعفر مع تيني كيفاش توكار الوقت نترميزي الى اخره ديك الخير دا زعلو كاين تيني ني لا دي سكن مسمس دا زعلوك وكانت تحفظ التوريكل يكتب ربي العراق مع الاسف يعني مع الاسف الشديد خطر العراق هامي بدا نسيس كانت يعني كان البلد العربي الذي كان يمكن ان يعني بوفي ايميرجي ماشي قرن اخترتك كان يمكن ان يبرز من بين البلدان العربيه المتخلفه بماذا بالتطور التكنولوجي صدام حسين الختني تغيت بون على مساوئه بصح فريمون يلهاس الادمغه العراقيه يوزنت نان بي بارتو دون لو موند يعز من كلش من ضمن ذلك الصناعه الغذائيه غرس التقوى في العراق وخاصه التمر خاطر البلد الاول في التمر في العالم معروف العراق يتغي تغرس انواع من ماكولات من التمر غرس الدبس الا شغل التمام تنتيني غرس كونفيتير تنتيني حلويات من التمر ديك لي باتيسري تحار ديس ماشي جنت كاع ستيني معناها فريمون نجم نفكر نشي مع الاسف الله غالب يعني حتى الدراسات اللي شغلنا نغاسي الاخ ولد الكراي سماوني لا داني على بالي يخدم تزداد طبات يحفظ تزداين غير تفتنت البيوض هوني نغاسي وديهم بيوض وكاع على الشخص الحل الشخص الدواء اني ولاد الحيات اني بيضاج راجل تزداد اكليت لاميريك السكاس تزد بين الدواء سي نورمال على خاطر سي دي جون كيتراجاي سي دي جون بحتن جورن يستغل انني غير نتسوق انت للعالم دكنا نختي الدراع نشي نسيت نطف نشبك ديس نخزر عندوني الصح ولذلك اذكر رغم المثال اني نتكش نيش لمسنو لبوز ابدا قرن سو دي فقد السن تقاس نوال هاد الفقد متى غدوني ما عشتك ولت السن باللي تلمسنو باجو الشور ستيني مع السلا تبين ما عشت السلا غير البوزني مبارك الله فيكم بارك الله فيك أستاذنا هنا يقترح أحد الإخوة الحضور نرجو منكم محاضرة أخرى في الأدوية الموجودة في الصيدليات بس نمر الوقت إن شاء الله باسمكم أيها الإخوة نجدد تشكراتنا ودعواتنا لأستاذنا الدكتور الفاضل على تلبيته أولا للدعوة التي كانت متأخرة ولكنها والحمد لله كما قلت رب صدفة خير من ألف ميعاد
وأكيد قد استفدنا الشيء الكثير، ونتمنى أن تكون إن شاء الله هذه النصائح مما يعمل به في الميدان، وأن يتجدد إن شاء الله بالأستاذ لقاءات أخرى ومحاضرات أخرى. نسأل الله تعالى أن يوفقه في مهامه، وفعلا يعني بتني أنطر دروسي توطف وجي معنى أنه ولغيس، وإنما نعلم أن واجباته خصوصا يعني فيما يكون للدعوة لن تجند في كثير من الأحيان نشين ربحت إليه، يعني ممكن حيثما كان ودروسه فهي تصل إلينا. أنطلب ربي أن يكثر من أمثاله وأن يرفع لهذه الأمة شأنها، فبارك الله في الحضور الذين صبروا، وهذا دليل على الاهتمام. وآخر ما نختم به دعاء من فضيلة الدكتور. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم نسألك علما نافعا وعملا متقبلا رافعا ورزقا حلالا واسعا وورعا حاجزا وحياة طيبة وشفاء من كل داء ودين قيما وتوبة قبل الموت ومنقلبا كريما برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الله يخليك.